بعد ما ذنب هؤلاء النسوة والأطفال حتى تغيروا عليهن في المخيمات وتشعلوها بالنار؟ شوف هالفعلة، كبسة والمخيم بمن فيه. تدري من الأطفال من سحقته الخيل بحوافرها، من الأطفال من مات من شدة الخوف والهلع. خلصنا؟ لا. ثم غاروا على تلك الأجساد المطرحة فمثلوا بها أشد تمثيل، شالوا السيوف وقاموا يقصصون. وإيش هالعداوة؟ أما الأجساد فقد بقيت على واهنة الرمضة، ويلي يا ويلي. وأما الرؤوس فقد عليت على سنة الرماح. يعني إن شاء الله يا زينب قدام عيونها ولا تقول ما شافت، واقفة على التل مرتفع، يعني المشهد واضح. رفعت زينب رأسها يا وإذا بالدماء تتقاطر أمام عينيها. من وين جاي هالدم هذا؟ من شيبة الحسين. انهارت جثت على ركبتيها، لطمت صدرها بكلتا يديها، صرخت ونادت وحسين. لكن قول ما إن صرخت زينب بهذه الصرخة وإذا بكعب الرمح بين كتفيها. يا علي يا علي، وقائل يقول زينب ذهب المانعون عنك فقومي، وألفي بعد عزك الإذلال، يا أنت مسبية على كل حال، فالبسي بعد عزك الأغلال. يا وشالوها عاد على تلك الناقة المهزولة. الله يا بنت السلاطين، انت مخدرة علي. 40 يوم مصايب أهوال رأتها زينب، هذا ورأس الحسين مصلوب أمام عينيها، إلى أن تمت سفرة الأحزان والآلام، فرجعت به إلى أرض كربلاء وعرّت على قبر الشهيد، صار للصياح والعابد السجاد من فوق الجمل طاح. زينب تنادي يا عز الله، قضى وراح، خرت على قبره بيتامه سويه. وحسين وحسين همت زينب نفسها على قبر الحسين، قامت تعتفر في شباب القبر. ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي، هيلوا تراب القبر
الانظر حسين بعد بنظر تشفن لو بقاه من غير تجفي واسكن مع ولاري هالدنيا الدنيا. ثم مدت زينب يديها الى تحت عباتها فاستخرجت شيئا اخذ الناس ينظرون ماذا لدى مخدرة علي واذا بها قد استخرجت راس اخي الحسين. نظروا إليه وإذا به مكسر الثنايا. يا علي يا علي مرضوخ الجبين بالحجار. جيبي عم جيبي تناول الرأس المطهر. جاء عند مقدم القبر الشريف أشار بيدي عم زينب تنحي ناحية وش بتسوي يا نور عيني. قال بفتح باب القبر أخاف على قلبك أن ينصدع. تنحت زينب ناحية انحنى بأبي وأمي حفر حفرة عند مقدم القبر الشريف ثم أنزل رأس أبي الحسين حتى ركب الرأس على الجسد. حسين هاي وحدة جاية من الرباب. الرباب يلا هالمشهد وأسألك الدعاء. قامت عاد تحكي ويا سامع اللي يقولون عنها الثكلة اللي فاقده ولد وتنعي على ولدها. شلون توين على ولده؟ نادت يا سجاد يا سجاد انا طلبك رضيع من القبر طلعا. قبل نمشي يا ابو محمد خليني ابا ودعا قلبه من العطش ذايب ابا اقعد ساعة برضعا. ام وفاقده ولد يقلها شلون بترضعيه والاوداج متقطع. رباب انا ما نزلت الرضيع الا والسهم في رقبته. صاحت هالقبر فتحوا. خلوا باب القبر مفتوح. صاحت هالقبر فتحوا وبشيل السهم من نحرايا. يا سكنة جذبة الونة يا ويلي وصرخت بحسرة. اسمع يا يم حسين ما يرضون شيل الطفل عن صدره. قامت عاد تحكي ويا الولد. ما اظن اكمل الابيات وياك. ما اظن اكملها. نادت يا عبد الله المهد خالي وتشبني عليك متفطره ايش ذنبك بالسهم مفطوم من الماء مشربت قطره وتاليها مع المظلوم ومدد على صدره. مويا لا ترفس برجلينك ابوك اعضاه متكسره. اعيده تاليها مع المظلوم ومدد على صدره. يا بو يا حبيبي عبد الله لا ترفس والله لا ترفس برجلينك ابوك اعضاه متكسره. بعد عندك واحد يا زينب على المشرع لا تنسينا.
حطت ايدها على صدرها والايد الثانية على خاصرتها ونادت اه اه عليك ابو فاضل. بعد يبقى لي الصرخة يبقى لي الصرخة. نادت جيناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا وتنزلونا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العناية وراس حسين سمحولي ويش يا زينة والله راس حسين راس حسين سمحولي تراه مكسره احنا جينا جينا وعلى قبرك قعدنا يا نخيناك يا عزنا وضمدنا نسليها ام الولد خلونا نسليها ما عليه والله نخيناك يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا يا الارض المدينة وطن جدنا يا راجعين السبايا قاصدين الى ارض المدينة ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم السعيد الفقيد الشاب الغالي إلهي اشفي صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلهي اجعل قبره روضة من رياض الجنة أنزل اللهم في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور والولدان والحور والمسك والكافور انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور واربط اللهم على قلب أمه واجبر خواطر أهله بالصبر والسلوان وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي للجميع هذا اليوم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات أخواني تقديم العزاء تفاديا للزحمة من جهة المنبر بارك الله فيكم أجمعين رحم الله معيد الفاتحة.